وانا كنت في الدول شفت بالدمار ماضي او بالكاد خطر عالي فيه. انا رأيت ان اخبروني شوية من ماء زمزم مع شربة الامام الحسين عليه السلام وقليل من كان حديث الاشتاق ومضت قلت روح وقلوا لك انت خادم الحسين بكل اطمئنان اطلب من الحسين سلام الله عليه ان يشعلك عند الله الشفاء. وحتى هذا المنبر الان رجل بالمجلس والزيارات بعد المجلس انا ويقول هذا شوفوا هذا الرجل الطيب المؤمن قال سيدنا بمجرد ان شربت ماء شربة الحسين رحت بالمستشفى قالوا اصلا جلطه ما في قلبك صحيح سالم والان مثل الشاب من ابو 20 سنه قاعد قدامي اللي يشوفه. انا بذكر صاحب القصيدة جينا ننشد كربلاء مضيعينها شفت كيف؟ يشوفها سيد مهدي بحر العلوم هذا الرجل العظيم يراه في المنام فيقول له وهاي المنامات جزء من النبوة لا يستهين بها أحد انتبهوا سورة يوسف كلها قائمة على المنامات من أولها لآخرها منامات ورسول الله كذلك الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة كذلك المنام جزء من النبوة إذا فيه هذه الأشياء. فيقول له السيد بحر العلوم يا حج زاير أنت في هذا المقام العظيم من أرسلك إلى هذا المقام؟ قال يا سيدنا الحسين ثلاث مرات يقول له. فالسيد بحر العلوم رحمة الله عليه هذا الذي يتشرف بلقاء صاحب العصر والزمان في قضايا معروفة مثل سيد حيدر الحلي وغيره وهالأشياء فيقول له عجيب قال لا تعجب يا سيدي أنتم في الدنيا لا تعرفون الحسين أبدا إلا إذا جئتم إلى الآخرة تعرفون من هو الحسين. وجدت الزهراء جابوا لي علوية كويتية قالوا بيها السرطان يزوري قطعوه الشمشة أبوها أبوها إجوا والناس طلعوا قلت للإخوان سكروا البيبان هذولي يبدون خلوا بشمعة هاي الشمعة الحمراء قعدوا هنا سدوا إيد هاي القسمة شاب 17 سنة عمرها سدوها بالمنبر وطلعوا الناس راحوا هذولي يودنوني يبكون أنا مريت سمعت أنين البكاء يوم ورا إجوني قالوا سيد الحمد لله شوفيت الابنية وديناها للمستشفى والحمد لله الحين سالمة تجد المجلس ببركة الحسين ببركة الملك أبا عبد الله سيدي ترى الحسين مو بس الشيعة الحسين إمام الكل والله مسيحيين عندي أخذوا الشفاء من مجالس الحسين لا أريد أقول لكم قضايا كثيرة ولكن الآن خلونا نحن في هذا المجلس سيدي يا ابن الحسن يا صاحب الزمان اليوم نريد نتوسل إليك يا بقية الله في أرضه يا ابن الحسن أنت إذا نظرة واحدة تشوف وانظر إلينا بنظرة منك نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تضربها عدنا بجودك وبطنك يا الله يا الحسين التي يذكرها الشيخ القمي في مفاتيح الجنان بمناسبة الأربعين وعاشوراء أن فلان من أهل يزد ماتت زوجته ورآها أحد العلماء في أحسن حال من خلال رجل آخر له علاقة بهذا العالم فرآه العالم في أحسن حال أيضا وقال له يا فلان أنتم في عالم البرزخ أنت صار لك الآن أكثر من شهرين متوفى وميت وأنا حسب
اطلاعي على حياتك انك ما كنت مستقيما. هو موحد يؤمن بالله لكن عنده معاصي. فما الذي حصل اراك في احسن حال؟ قال والله يا شيخ البارحة بالليل جاءوا بزوجة فلان الحداد من يزد ودفنوها على مقربة منا، فلما دفنوها رأينا الحسين سلام الله عليه جاء لزيارتها 3 مرات زارها، وفي المرة الثالثة الحسين أمر أن يرفع العذاب عن أهل المقبرة فرفع العذاب. الذي يعرف الحسين ويعرف عظمة الحسين وحب الحسين لله ومنزلة الحسين عند رب العالمين، الحسين يرفع العذاب عن العالم مو بس عن المقبرة هذه، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا المقطوع اللي ذكرتها البارحة بالليل لكم. فقام هذا الرجل العالم وطرق باب فلان الحداد سلم عليه في نصف الليل، قال نعم مولانا. ما الذي جاء بك؟ قال بالله عليك هذه زوجتك المتوفاة المرحومة رحمة الله عليها، هل كانت تصنع مجلس للحسين في بيتها؟ قال لا. قال كانت تذهب مشيا على قدميها لزيارة الحسين؟ قال يا ليت، هذه كان أمنيتها لكن ما كانت تستطيع. قال بالله عليك ماذا كانت تصنع؟ أنا رأيت رؤيا حلم هكذا. فقال زوجها، قال هذه المرحومة رحمة الله عليها كانت مواظبة على زيارة عاشوراء، كل يوم تزور زيارة عاشوراء وصار لها سنين طويلة، وهذه زيارة عاشوراء فيها أسرار حقيقة. أنا ما رأيت رجل ولا امرأة يواظب أو تواظب على زيارة عاشوراء وعندهم مشاكل ومشكلات، مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، مستحيل. خصوصا إذا واحد يكرر 100 مرة اللعن والسلام، هاي 100 مرة اللي تأخذ ساعة، أو يقول 100 مرة لفظا فتأخذ 15 دقيقة من الإنسان. مستحيل واحد يقرأ زيارة عاشوراء كل يوم وتصير عنده مشكلات. زيارة عاشوراء تقسم الجبال أمامك، إذا جبل في طريقة يذوب وتمر وتمشي، هذه معروفة من دون أي كلام، يعني ما إلها شك ولا حوار ولا نقاش ولا جدال. زيارة عاشوراء حتى الإمام صاحب الأمر يوصي بها، يقول زيارة عاشوراء زيارة عاشوراء زيارة عاشوراء 3 مرات. يا حبيبي والله ما نعرف، ما ينفع شيء الا الامام الحسين سلام الله عليه. هذه قضية واحد نقلها من المؤمنين الاخيار، المرحوم السيد المرجع السيد محمد الشيرازي الحسيني اللي امضى حياته كلها في خدمة اهل البيت. بعد وفاته رآه اناس مؤمنون اولياء يقول لهم ذكروا احبتنا وشيعة أهل البيت أنه لا ينفع شيء في القبر إلا الحسين، ما ينفع شيء. لذلك تحضر هالمجالس وتبقي وتدور، هذه كلها الحسين.